أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول ايضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله تبارك وتعالى انزل هذه الشريعه الغراء وهذا الشرع الشريف، جعله للناس ليضبط معاشهم ومعادهم. لم يكن الإسلام أبدا قاصرا على الحياة الأخروية أو قاصرا على شؤون العبادات، وإنما جاء لينظم عادات الناس التي يحتاجون إليها في معاملاتهم، بيوعهم وتجاراتهم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. ولعظم خطر التجارة وأهميتها في ضبط اقتصاد الأمة، والاقتصاد هو عصب الأمة الذي بمقياسه أو هو المعيار لتقدم الأمة وتأخرها. الاقتصاد لا ينضبط إلا بانضباط التجارة وانضباط أحوال التجار. ومن ضمن الأمور والأحكام التي شرعها الإسلام لضبط أحوال التجار تحريم الاحتكار. فحرم الإسلام الاحتكار وجعل جرمه داخلا في عداد الكبائر، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووصف التاجر الصدوق الذي يعامل الله ولا يعامل الناس، وصفه بأنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لعظم الصدق الذي يتعامل به مع الناس. عن حرمة الاحتكار وأهمية مراعاة الآداب في البيوع ومراعاة حال الناس خصوصا في أيام الغلاء، يحدثنا ويشرفنا بالحضور فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العوالي، الأستاذ بجامعة الأزهر والعميد الأسبق لكلية أصول الدين. كما يشرفنا بالحضور فضيلة الأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان، عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نيابة عن أساتذتنا ومشايخنا علماء الأوقاف على رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد حامد، وفضيلة الدكتور محمود حلمي، وفضيلة الشيخ أحمد محمود، نيابة عن فضيلة وكيل المديرية الدكتور خالد صلاح. نرحب جميعا بأساتذتنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بعلومهم في الدارين آمين. ونبدأ الحوار مع أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العوالي، فليتفضل فضيلته مشكورا من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله صفوة خلق سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته
يوم الدين. فضيلة الأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، فضيلة الشيخ الجليل أحمد مكي إمام الخطيب مسجد الإمام الحسين، أصحاب الفضيلة السادة العلماء دكتور سعيد أخي الفاضل الشيخ حلمي، جميع السادة رجال الدعوة، السادة عمار هذا المسجد المبارك، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة هذا الموضوع ما أحوج المجتمع في أن يعرف حكم الشريعة فيه ليستبين لأفراده قوة الاحتكار، ولتتجلى لهم آثاره المدمرة الاقتصادية القاطية على الأخوة والألفة بين أفراد المجتمع، لا سمح الله لو استشرى خبره بين أفرادها. الاحتكار يعني أن يحبس المرء الشيء المراد والمغير والمطلوب بين أفراد الناس تربصا لغلائه وتمسكا به ليعود إلى المحتكر نفع أكبر مما يتداول في السوق. فإذا رأى التاجر المحتكر لا التاجر الصادق، إذا رأى أمارات تلوح في الأفق أن السلعة الفلانية سيزيد ثمنها ويكون عنده من المخازن ما لا يمكن أن تحمله الإبل، فيحمله الطمع والجشع فيغلق المخازن ولا يخرج منها شيئا مما يجب أن يخرجه لأفراد المجتمع ليتم التداول بين البائع والمشتري في هذه السلعة. وإذا سئل يقسم الأيمان المغلظة أنه ليس عنده أي سلعة من هذه السلعة. هذا هو معنى الاحتكار. وغاب عن هذا المحتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيمان الفاجرة، أي الأيمان الكاذبة، أي التي يحلفها المحتكر، منفقة للسلعة لكنها ممهقة للبركة. مهما غلى الثمن ما دام قد صنع ذلك بالمجتمع الذي يعيش فيه وحمله الطمع على حبس وتخزين هذه السلع، فمهما باع السلعة بعد رفع الأسعار فإن البركة منزوعة من تجارته. غاب عن هذا المحتكر قول أسعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الأيمان الفاجرة، أي مع المحتكر تدع الديار بلاقع، تتركها خرابة، ستظلم يوما ما، ومهما ترك لورثته من أموال سيجب النزاع بينهم، بل يقتل بعضهم بعضا، والدار التي كانت مطيئة عامرة سيطفأ نورها
والناس ينظرون إليها تلك الدار التي كان من شأنها كذا وكذا وكذا، هكذا أظلمت وهكذا أفلس أصحابها وأفرادها، فيسألون ما العلة، فيعرفون أن أباهم أن هذا التاجر كان محتكرا للسلع، لا يخرج السلعة فيبيعها بسعرها الحاضر ولا ينتظر الغلاء. نسي هذا المحتكر ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الجالب مرزوق، أي الذي يجلب السلع فيبيعها فورا ويوزعها على صغار التجار ليبيعوها للناس بالسعر الحاضر. الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. شوف الوصف، ما معنى اللعنة؟ اللعنة تعني الطرد والإبعاد والحرمان من رحمة الله تبارك وتعالى. الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وسمعنا من الدكتور أحمد بنكي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. هذا الذي يحتكر لا يدري أنه يجني على نفسه قبل جنايته على المجتمع الذي يعيش فيه. إن الاحتكار أيها السادة الفضلاء لا يتوقف على احتكار الطعام فقط، بل كل من يحتكر سلعة من السلع التي يتوقف عليها مقومات عيش الناس في حياتهم، سواء مواد بناء، أدوية، ملابس، تجارات مالية، إلى غير ذلك من أنواع المعاملات التي تقوم عليها فلسفة الحياة في أمر المعاد، يدخل تحت هذا الوعيد الشديد الذي نصت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم بيّن لنا كما سمعنا في قراءة اليوم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ليس هناك أعظم جرما ولا أشد بلاء ولا أقوى في حقيقة الباطل من هؤلاء المحتكرين الذين يحتكرون السلع على الناس. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم. ثم يقول القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم. رتب الحق تبارك وتعالى على عدم استخدام التراضي في البيع والشراء، وهو ميزان البيع الصحيح شرعا، رتب عليه آثاره، فنهى الأمة أن تتقاتل وأن يقتل بعضها بعضا. إن الجشع والطمع أيها السادة الفضلاء يؤدي إلى سفك الدماء، يؤدي إلى خراب البيوت، يؤدي إلى انهيار المجتمع. فحري بأمة الإسلام، حري بتجارها، أن ينزلوا ساحة تجاراتهم عن الاحتكار، ولا يحتكروا مع مصالح الناس، ولا يحتكروا باحتياجات الناس، فيمنع عنهم ما لم يأذن به الله وما لم يرتضه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الكلام في الاحتكار كلام يقول، لكننا نقتصر على هذا القدر لنعطي الكلمة لفارسها ليبين لنا حكم الفقه وحكم الشريعة والآثار الاقتصادية التي تترتب على الاحتكار في المجتمع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقدموا بخالص الشكر والتقدير والعرفان لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العوالي على هذه الكلمة النافعة الماتعة، والتي
أوضح فيها فضيلته حرمة الاحتكار وعظمة هذا الجرم الخطير لكونه لا يؤثر على فرد واحد وإنما يؤثر على مجتمع بما قد يؤدي في النهاية إلى انتشار الجوع والفقر والفساد. نسأل الله العفو والعافية. تحيرت النظم العالمية بين اشتراكية مجحفة ورأسمالية متوحشة، بينما جاء الإسلام بكل تعاليمه وبكل أبوابه الفقهية التي تكلمت عن المعاملات فضبطتها ضبطا يراعي فيه مصلحة الجميع، مصلحة البائع ومصلحة المشتري، بما يحقق النفع للملك ولم يراعي طرفا على حساب الطرف الآخر. وهذا هو شأن الإسلام الذي يحقق العدالة للدنيا كلها. الآن يطيب لنا وإياكم أن نستمع إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فليتفضل فضيلته مشكورا ومن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في البداية أقدم الشكر والتقدير العام للجليل الأستاذ الدكتور العميد دكتور عبد الفتاح العواري على تقديم الأصول الدين بجامعة الأزهر الشريف الأزهر وعضوا مع الأسس الإسلامية على ما قاله وما استمتعنا به من كلمة موافية. كما أقدم الشكر لفضيلة الإمام الشيخ العالم الدكتور أحمد المكي إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه والدكتور سعيد والشيخ أمير والشيخ محمد، وفي هذا المكان الطاهر المبارك في مسجد الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ابن بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراء الطاهر من الأطهار، في هذا المكان المبارك، في هذا المكان يطيب لي أن أتحدث هذا اليوم عن فكرة الاحتكار. إن الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام هو دين النعمة ودين الخير ودين السلام ودين الإعمار لجميع الخلق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، لما بعثتم لأتمم مكارم الأخلاق. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا للعالمين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا الدين هو الدين الخاتم حتى يكمل به الأديان. لو بعثتوا لتبروا مكارم الأخلاق اليوم أتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا الدين الإسلامي جاء ليكمل جميع الأديان، وجعل الله عز وجل في نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وفكرة الاحتكار هي فكرة النية، يمكن أن تخزن بضاعة، هذا شيء معتاد للتجار، لكن ما هي نيتك عند التخزين؟ أن تغلي على الناس؟ أن تمنع السلع عن الناس؟ أن ترفع الأسعار عن الناس؟ فقد وصلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر ملعون. انتقلت النية من التخزين للتجارة إلى التخزين والسيطرة على السلعة حتى يمنعها عن الناس ويمنع القوت على الناس. لماذا؟ ليرتفع السعر فيزيد مكسبه أكثر وأكثر، فوصل لدرجة الملعون والعياذ بالله. كثير من الناس يقع في فكرة الاحتكار وفكرة اللعنة بدون أن يدري، بمعنى أنه تاجر عنده بضاعة، لماذا لا تبيع؟ لك السلع هتغلى، ما تبيعش، خلي السلع. لماذا؟ الناس محتاجة ما عنديش. طب السلعة اللي عندك في المخزن يا عم، السلعة هتغلى، خليها النهارده حاجة ب50 هتبقى ب100 جنيه، هكسب. ولا يعلم انه وقع في المحظور. وكما قال فضيلة الإمام الدكتور عبد الفتاح العواري ان هذا الحرام الذي اكتسبه من سحت
واكتسبه من الناس الفقراء والمحتاجين سوف يدمر بيته. واحد يقول لك طب ازاي؟ غلطة. إذا جئنا هذه زي الماء، إذا فتحناها ووضعنا نقطة سن، هل الماء تصبح؟ الحرام هكذا، كسبه في الماء، نقطة تدمر كمية كبيرة. إذا الاحتكار موضوع ليس موضوع بسيط. حتى أن سيدنا عثمان بن عفان في عام المجاعة وجاء التجار يطلبون منه البضاعة بتاعته جاية القافلة اشتريها بأي ثمن، عام 10 أضعاف، 20 ضعف، 50، قال لهم لا، لقد بعتها لمن دفع أكثر. قالوا من؟ قال الله سبحانه وتعالى. وزع جميع القافلة للناس. لماذا؟ لأنه علم أن الناس في احتياج، وإن أي مكسب في الاحتياج والعياذ بالله فوق المعتاد فهو حرام. إن الدين الإسلامي جاء ليعز الإنسان ويكرم الإنسان، ولذا سيدنا علي بن أبي طالب يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. سيدنا علي ابن أبو مين؟ أبو سيدنا الحسين اللي إحنا في رحاله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم في هذه الأرض خلقه لسببين. الأول الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا الاعتراف بوجود الله كان نمرة واحد لآدم. نمرة اثنين إعمار الأرض، خليفة في أرض الله. وعلم الإعمار هو علم الاقتصاد. طب كيف نعمر الأرض ونحن نسعى في الظلم؟ والاحتكار ظلم. إن بعض الناس يظن أنه عندما يحتكر بضاعة فإن هذا الأمر سوف يكسب منه بعض المال، ولا يعلم أن احتكار هذه السلعة سيجيب سعرها، وبما زاد سعرها هذه السلعة أخرى، وهو أول واحد هيضطر بعد كده، لأن برضه هيدفع أكثر في سلعة أخرى. إذا الاحتكار دائرة مفرغة لا تنتهي. ولذلك في علم الاقتصاد يقول لك اصل الاقتصاد عرض وطلب. يعني ايه عرض وطلب؟ وايه الاحتكار اصلا قصته ايه؟ السوق باجي عندي 10 سلع واللي طالبينها 5، يعني 5 عايزين يشتروا ويقولوا في السوق 10 سلع، سعرها مش هيزيد، هي بجنيه تتباع بجنيه. طب لو 10 سلع عند التاجر ويقولوا 20 واقفين عايزين يشتروا، هيقول لهم ايه؟ هبيعها ب 2 جنيه. يبقى هنا اللي طالب اكتر والمعروض ايه؟ قليل. يبقى السلعه ايه؟ هتزيد. طب التاجر بيعمل ايه بالظبط؟ البضاعه عنده بزياده، هو يروح مانع البضاعه من الناس ويعرض بضاعه قليله لا تكفي الناس، فتروح المحل تشتري مفيش. هما سلعتين اتباعوا وتيجي تشتري يقول لك مفيش. طب اعمل ايه؟ طب بص انا ممكن اجيب لك بسعر ايه؟ اغلى. السلع عندما تمنع يبدا السعر ايه؟ يرتفع 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 حتى تصل للنسبه اللي هو اللي راح التاجر. طيب الزياده اللي زادت دي زادت على مين؟ في الاساس زادت على الفقير. الفقير ما تزيد عليه قد تؤدي الى جرائم والى مشاكل في المجتمع لا يعلمها الا الله. ليه؟ انه عايش بالحلال، عايش على قد اللي معاه، فعندما تزيد عليه السعر هيتصرف ازاي؟ يسرق ولا حرام؟ اذا هو عمل جريمه المحتكر بدون ادله عشان يزود سعره ويزود ثروته، والعياذ بالله ارتكب اسما عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول التاجر صدوق مع النبيين والصدوقون شهداء، لان ده نادر. هي الدرجه دي عاليه لان التاجر عندما يراعى الله يصل على طول، لان ده نادر. وللاسف ان بعض التجار وكنا نحاورهم في بعض الفترات في زياده الاسعار يقول لك طب الناس كلها بتعمل كده. طب الناس بتعمل غلط، تعمل انت غلط. الا تراعى الله ورسوله؟ الم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر ملعون؟ اللعنه دي الرسول صلى الله عليه وسلم من اصعب ما يكون. اذا الاحتكار يدمر المجتمع، يدمر تماسك المجتمع نفسه، لانه بيخلق طبقه طفيليه غنيه تؤثر على باقي المجتمع
وتضعفه اجتماعيا. بمعنى ان الاحتكار جاء الاسلام في فقه المعاملات في باب كامل فقه المعاملات يتحدث عن انواع البيوع ويحذر من استغلال البيع وعيوب البيع وتلقي الرقاب والنجم الى اخره. لماذا؟ لماذا اهتم الاسلام بذلك؟ لان لا تعمر الارض ولا تعمر هذه الارض الا بالخير وليس بالشر. لا تعمر الا بالنيات الطيبه الصالحه. لا تعمر الا ان تعلم ان المسلم اخو المسلم وان هذا اخيك الذي تغلي عليه وتستغله. اذا الدين يرى ان تراعي الله ورسوله، فليس المؤمن من يقول انا بصلي واصوم فقط، لا. يجب ان تراعي الله في افعالك وفي اعمالك، وان تراعي اخوانك المسلمين، وان تراعي اخلاقك. وهذه الاخلاق اولها العدل وعدم الظلم، والظلم هو الاحتكار. ان هذه القضيه تظهر في المجتمعات في وقت الازمات، وهذه اصعب واصعب لانه يستغل حالات الناس في وقت الازمه وليس في الوقت الطبيعي كمان. اذا يصعب على الناس حياتهم فسوف يصعب الله عليه يوم القيامه، لانه لم يتق الله في الناس ولم يتق الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الاحتكار. ان الدين في اساسه في كل مجتمع دافعه الخير، دافعه العقار، دافعه الحب والتسامح، وليس دافعه الظلم وظلم الناس والتكالب على الماده. فهذا كان من طبيعه في ديننا واعمالنا وافعالنا. وفي هذا المكان الطاهر المبارك بنت سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، احب ان اقول ان من اكبر الاخطار على الاقتصاد هو الاحتكار، ولا بد من ضرب من حديد بيد من حديد على كل من تسول نفسه ذلك، ولا بد ان تكون الناس عالمه ان هذا حرام. لان التاجر ده مين؟ هذا قريبه قريبك وصاحبك صديقك، لازم يعلم ان ما يفعله حرام وان ذنبه عظيم، فقد يرجع عما يفعله وقد يتوب الى الله عز وجل ويصلح حاله. ولذلك هذا الامر للاسف بعض الناس ومن محاورهم لا يعلمون خطورته ولا يعلمون انه ذنبه عظيم. يقول لك انا اصحاب جنيه زي الناس، لا. ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك اذا اقمت الخير واذا منعت هذا الاحتكار وتنبرت بما يرضي الله. فقد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهي الجنه. في كمان في مقام عالي، شوف الفوز العظيم في الاخره ما بالك في الدنيا. واذا مشيت في الاحتكار فقد بشرك انك ملعون اذا في النار والعياذ بالله. نتمنى ان يتوب الله عليه ويصلح احوال التجار ويصلح احوال الرعيه ويصلح احوالنا جميعا، وان يتوب عليهم ويدركهم ان ما يفعلونه اسم عظيم، وان يبارك الله في مصر وان ويرخص الاسعار ويسهل الامور على الناس، وان يجعل من هذا المكان الطاهر المبارك مصر امنه مطمئنه رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الكلمة النافعة المادعة. وهكذا أيها الإخوة الكرماء، تبقى الأخلاق مجرد شعارات ومجرد حبر على ورق حتى توضع موضع الاختبار الحقيقي في التعاملات المادية بين الناس. ولهذا قال يعني مهما الإنسان البس ما شئت والمظهر بأي مظهر شئت للناس فإن هذا لا يعني أبدا التدين، إنما التدين الحقيقي يظهر عند المعاملة. فقال لا يغرنك من المرء قميص رقعة أو إزار فوق كعب الساق منه رفعة أو جبين لاح فيه أثر قد قلع ولدى الدرهم فانظر غير أورع. فصدق الإنسان مع الله وتدينه الصادق إنما يظهر في تعاملاته المادية. ختاما باسمي وباسمكم وباسم ساداتنا علماء الأوقاف وباسم السادة الحضور جميعا نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الحواري، أستاذ جامعة الأزهر والعميد الأسبق
فضيله اصول الدين كما نتقدم خالص الشكر والتقدير والعرفان لفضيله الاستاذ الدكتور عثمان احمد عثمان عميد المعهد العالي للدراسات الاسلاميه وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. ولبركه الختام نختم بالصلاه والسلام على خير الانام. اللهم صل افضل اجل على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى سيدنا صاحب هذا المقام الفاتح.